صارت الشغلة صار هجوم على المستوصف، يعني صار فاحنا خفنا على ما يخاف ينضمون، يعني مو مجاملة، احنا قمنا نلزم بيهم، يعني احنا بنقول لهم يابا احنا بنخاف عليكم واخروا لا تنضربون، يعني كل شيء يصير راح يصير تصادم، صح لو لا؟ المهم اضطرينا وين ننسحب؟ ننسحب وياهم وين؟ للمدينة، يعني جوا داخل البيوت على مود الاهل المواطنين على مود لا تخليهم يتأذون. عضو اللجنة يتحدث معي وراها صارت طاق النار في باب السباق وراها. فوين انحصلنا؟ انحصلنا بالبيوت، يعني بالبيت، امنونا بالبيت ان شاء الله ما حدا وما شفنا شو يعني شو كان دعم الاهالي صح؟ لا الحمد لله، لا الحمد لله، يعني يا استاذ صلاح الحمد لله الحمد لله، يعني مو مجامله. الله ينعم من اثنين رمادي، الله ينعم من اثنين، الله يخليك يسلمك. عندنا مسار عراقي هلا اخذته، نحن ما نطالبكم، عندنا شهيده عراقيه اول امبارح، شهيده عراقيه اسمها كافيه الدهش، كافيه الدهش نعم، هي زاكرون اسمها كافيه الدهش عراقية. هلا هلا حز يا 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 استاذ صلاح بدي اخذك مكان ما استشهدت، بدي افرجيك اسمها كافية الدهش، كافية الدهش هاي صابت قذيفة بيت خلاص يا شباب. شو اسمه؟